شكرا ليك منذر ثابت مساء النور مجددا، مرحبا سيد نائب جوهر المغيربي نائب عن حزب قطنطين مساء النور. مرحبا، اهلا وسهلا. يهمك موضوع السياحه عن ولايه نابل، صحيح مثال اليوم من اكثر المناطق المتضرره الحمامات. نعطيك الارقام ربما العباد تحقق بنا تو باش تفهم شنو هو الاثر نتاع الكوفيد على السياحه. عدد الوافدين الجملي لتونس تراجع ب 78%، العائدات السياحيه تراجعت ب 62%، وعدد الليالي المقضاه تراجعت ب 80.5%. شنو هو الحمامات؟ وعادة هي بطبيعتها حتى كيف فما سيزون عادية الوقايت هذه تبدا فارغة شوي، خلي عادة بعد فارغة برشا مش شوي. الوضعية كيف سيد نابل؟ هي الوضعية اللي مر بها القطاع السياحي في نابل بالخصوص، وأيضا في كل المدن الساحلية اللي الاقتصاد الداخلي متاعها مبني على السياحة صعيبة برشا. لكن أنا الحقيقة جلبني في كلام السيد وزير السياحة نقطة هامة وقت اللي كان يحكي على بعض الإجراءات، وتحدث أنه الإجراءات الاجتماعية اللي تم اتخاذها على أساس أنه من هنا لبداية السنة الشهر 2-3 في 2021 ينجم الوضع هذا مش يتغير، والوضعيات الاجتماعية بالتالي اللي مش تستحق اليوم تدخل من الحكومة باش يعاونوا هالناس هذوما المتضررين، وخاصة الناس اللي هما في وضعية بطالة إجبارية معناها اليوم، تنجم الوضعية تتحسن وتتبدل. الكلام هذا ماهوش صحيح، وممكن من أكثر الحاجات اللي احنا اليوم ما نتفقوش فيها مع الحكومة في الرؤية اللي بنات عليها قانون المالية لسنة 2021، وهي النظرة التفاؤلية أكثر من اللازم. هل أنه أزمة الكوفيد والأزمة الصحية في تونس أو في العالم مشتوفة في ظرف 3 إلى 6 أشهر بالحق؟ هل أنه إحنا اليوم وقت اللي ناخذ إجراءات، هل أنه الإجراءات هذه وتبويبها في الميزانية مربوط فقط بثلاثي أول أو بداية سنة؟ الحقيقة نحن مانيش متفقين مع الكلام هذا. بقيها القطاع السياحي والنسيج السياحي الكل اليوم يعاني من تبعات الأزمة الصحية، أزمة الكوفيد. ما فماش كان الوتلة كهوة اللي هما فارغين، ما فماش كان السياحة كهوة اللي هما تراجع العدد متاعهم، وبالتالي تأثير هذا على الوتلة والليزونيتي اوتوليير معناها السياحة تخدم أكثر من هكا برشا. السياحة هما ليزاجونس دو فواياج، السياحة هما وكالات النقل للمسافرين، السياحة هما أيضا القطاعات اللي تمشي مع الصناعة التقليدية والفلاحة وغيرها. هل الموسمية فما عباد تبني حياتها على الخدمة نتاع الشهرين نتاع الصيف؟ بالضبط. استاجير وإلا يخدم في أوتيل شهرين ثلاثة باش يعيش بقية العام. بالضبط، وأنا كان عندي جلسة معناتها في فترة مش بعيدة مع الاتحاد الفرع المحلي لوكالات الأسفار في نابل، والحقيقه كانوا اعطينا الوضعيه صعيبه لانه هاو الوتله مسكره في الحمامات اغلبهم مسكر. الوصف سيد نائب، شوف انت تصور بلاد كيف ما العالم الكليكه تعيش تبعات ازمه الكورونا، وزيد عليها انه القهاوي والريستورانات تسكر الاربعه نتاع العشاء، هذا في وسط العاصمه ويتحس في البلايص اللي فيهم لي كونغلوميرا اللي فيهم السكنه ويتحس، ما بالك في المناطق السياحيه، دونك الناس ما عادش تمشي بالكليكا. اضافه لهذا الكل الكوفر فيو في الليل، وبالتالي حتى الحياه الليليه في المناطق السياحيه واقفه. لكن كان نحكيو على وكالات الاسفار ايضا، ونحكيو على بعض الاجراءات اللي قامت بهم حكومه الياس الفخفاخ الحكومه السابقه وقت اللي عملت الروبور نتاع لي كريدي، عملت وان روبور دو 3 موا وطبق على البنوك وطبق على ليزينك. الناس هذوما بعد ما وفات الثلاثه أشهر واللي هما ما خدموش في الفترة هذيك، كل الدائنين رجعوا عليهم، معناتها ليزينغ قالوا لهم مش تخلصوا مرة واحدة، الأزمة ما زالت مستمرة، والأزمة إلى اليوم ما زالت مستمرة، وهذه ناس قاعدة تصير لهم عقل، قاعدين نعودوا المنافذين يتوجهوا لهم ويعملوا في العقل ويطالبوا فيهم بالاستخلاصات. المفروض هنا المفروض تحيين أو تمديد الإجراءات. في الولايات المتحدة الأمريكية القرار اللي أخذاه دونالد ترامب هو أنه تعرف كل أسرة تتلقى سك ب$600 أسبوعيا، وكان في محادثات يعني مع المدير الخزانة، وتم يعني تمديد الإجراء خلال أوت الفرد. في تونس الحكومة من المفروض أنها تتحرك لتمديد الإجراء. شوف الحكومة اليوم قاعدة تاخو في إجراءات، ولكن الطابع متاع الإجراءات الحكومية اللي قاعدين نشوفوها فيها اليوم يغلب عليه الطابع الإداري والقراءة الإدارية، لأن القرارات الصعبة والقرارات اللي يلزم تحملها أمام المواطن بكل شجاعة هي قرارات اللي نجم يتحملوها السياسيين. شو معناتها؟ معناتها احنا اليوم عندنا ديزونيتي اوتوليير مسكرين، صحيح
نتذكروا في وقت ماهوش بعيد لأسباب أخرى وقتها كانت تبعاتك الضربات الإرهابية وغيره. من بعد الحكومة والدولة ضخت مئات المليارات لقطاع السياحة باش يعاود قطاع السياحة يقف على ساقيه. اليوم وإحنا الدراسات العلمية اللي موجودة تقول أنه أكثر من 80% من المواطنين ينجموا يمرضوا بالكورونا وما نفيقوش بها، وأنه 15% الباقين 5% منهم يوصلوا للأكسجين و 1% يوصل للريانيماسيون، في حين أنه القرارات اللي قاعد يتم اتخاذها هي قرارات صائبة، لكن عند البلدان اللي عندها الفلوس، عند البلدان اللي تنجم تعمل كما قلت أنت سي منذر، اللي تنجم تتحمل التبعات الاقتصادية. فرنسا وقت اللي خذت تقريبا نفس القرارات اللي خذناهم احنا في تونس كان عنده أيضا قرارات اقتصادية لدعم النسيج متاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهاللي كوميرس اكسترا. اليوم الفور فليشير شوية ممكن اوت اوف ذا بوكس، معناها هل انه احنا مناش نكونوا فقط نكمل الفكرة، هل مناش نكونوا مضطرين كدولة وكحكومة انه بعد ما تنتهي هذه الجائحة مش نضخوا مئات المليارات للمؤسسات السياحية هذه باش تعاود تقف على ساقيها؟ دونك كاسكو اليوم ما نجموش ننظروا للمسألة بطريقة أخرى ونخدموهم هالمؤسسات السياحية بطريقة مغايرة؟ هذا هو ممكن هذم يلزمهم ناس آراء سياسيين يتحملوا فيها المسؤولية، وماناش نحكيه بالطبيعة على تغيير حكومة، لكن نحكيه على أفكار لا أكثر لا أكثر. إيه ملكن أنت قبلي ذكرت الليل اليوم، يعني بصراحة كل التضامن مع الفنانين والموسيقيين اللي تم الاعتداء عليهم، يعني اليوم عندك فئة كاملة تاع ناس يعيشوا في الليل. ومن بعد نجيو للاعتراضاتكم مثال كحزب قاب تونس يوم على قانون مالية تقولوا فيش البعد الاجتماعي، ذوما شفتوهم حكيتوا معاهم مثال في الحزب. اليوم عندك فنانين، عندك موسيقيين، ثلاث ساعات لعبت تشوف اربع فنانين معروفين يقول لك عندهم ليه رفهم موسيقيين لا خدموا في الصيف لا خدموا مهرجانات لا خدموا فروحات، وتوا رجعت الدنيا كل سكرت. يعني فما ازمه يعيشها القطاع الثقافي وضع صعيب، يعني فما هاشتاج نتاع سيب الليل. يعني نعرف انه من جهه الوضع الصحي سيء، ولكن من يتخذ قرارات بإغلاق وتسكير يسمو يمد السطوش ويصرف. هو هذا هو، احنا ما نجموش نقولوا انه القرارات اللي قاعده تاخذ فيهم الحكومه اليوم ماهيش قرارات صائبه او ماهيش قرارات ناجعه، لانه عندها ثلاثه جمعات او شهر من اللي بدات القرارات مع حكومه المشيشي، وبالتالي لازم يتم تقييم على الاثر الصحي نتاع القرارات هذه. البارح رينا انه يتم التمديد في القرارات الاستثنائيه لمده 3 اسابيع. الحقيقه التوانسه وخاصه التوانسه اللي يخدموا، معناها اللي الاثر نتاع القرارات هذه مش يكون على المداخيل نتاعهم، اليوم في وضعيه ماهيش سهله، لازم نسمعوهم بما فيهم المثقفين، وعلى راسهم بتاتر المثقفين والناس هذوما اللي تخدم وذاك هو معناتها مورد الرزق نتاعها. بالطبيعه نحن في تواصل معاهم، سواء كنت انا في الدائره الانتخابيه اللي انا جاي منها، والا الحزب بصفه عامه، ولا مختلف النواب، ولكن المنتظر اليوم هو انه يكون الاستماع من طرف الحكومه لحزامها البرلماني اقوى شويه، وفما مقترحات لانه ممكن ياسر بالنسبه للنشاط الثقافي، يعني بالنسبه للمسرحيين بالنسبه للموسيقيين الدوله هي من يتكفل. عندنا قناه وطنيه وعندنا اعلام وطني فيه دي مليار، ومن الفاتوره نتاع الضوء كل مواطن يساهم ينجموا يشريوا الاعمال ويعملوا منتها ان ستوك ويبثوا، يعني ويثقفوا الناس. القناة الثقافية بالنسبة لتونس وبالنسبة للمقر الموجود هذاك في 24 ساعة يتعمل. بالضبط هاني قلت لك، هي المقترحات مش هي الحاجة اللي تنجم تنقص اليوم ولا تكون ماهيش موجودة، ولكن المطلوب أنه صحيح ثم لجنة علمية قاعدة تاخو في عندها المعطيات العلمية الدقيقة وعندها المتابعة، ثم خلية أزمة على مستوى الحكومة تقوم بإدارة الأزمة الصحية والأزمة زادة الأثر الاقتصادي متاحة. اليوم يزم ممكن أكثر انفتاح، لأنه خلينا نكون واضحين، القرارات المركزية اللي قاعدة تتخذ فيها الحكومة أسأل أنها اليوم ما زال يتم تطبيقها بنسبة 100% على مستوى الجهات والمحليات، وإلا أنا نجم نقولك لا، قرارات الحكومة أنه مثلا الريستورانات يسكروا الأربعة متاع العشاء، في عديد البلديات خذوا قرارات رؤساء البلديات بالسماح
لي ريستورون هذوما باش يعملوا لا ليفريزون ا دوميسيل. هل انه هذا يدخل في اطار التصرف والتدبير الحر للبلديات ام هل انه هذا ينجم يكون عنده اثر صحي؟ احنا اليوم ندعيوا انه يلزم الاستماع الى اكثر اطراف باش نجموا في الاخر بالكليكا نتحملوا الكلفه الاجتماعيه لاثار مواجهه ازمه الكورونا في تونس. يبقى معنا سيد نائب جوهر المغربي نائب عن كتله حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب. مازلنا باش نرجعوا بعد شوي نحكيوا على الايام البرلمانيه، تم في انتخابك نائب رئيس الكتله، ونرجعوا ايضا على موقف الحزب من قانون الماليه التكميلي وقانون ماليه سنه 2021. هذا بعد ان نرفع الى حضراتكم اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها. سنور مجددا اهلا وسهلا بكم على نسمه لايف، مكملين معكم في نسمه نيوز منذ ثابت مساء النور. تحدثنا منذ قليل مع ضيفنا سيد جوهر المغربي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس على الاجراءات الاخيره لقطاع السياحه، واكيد نرجعوا لهم في الحصص القادمه باكثر تفاصيل. خلينا نمشوا لموضوع حزب قلب تونس. في الويكاند كان نظم الايام البرلمانيه وين تم اختيار وانتخاب رئيس جديد للكتله، وايضا كان الحديث حول قانون الماليه. نشوف التقرير هذا وبعد نرجع للنقاش. بعد اجتماع كتلة نيابية على مدى يومي 14 و15 نوفمبر الجاري في إطار أيامه البرلمانية، أوصى حزب قلب تونس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالبرلمان، أوصى برفض التصويت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الحالية، ودعا في نفس الوقت الحكومة إلى إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية 2021، وذلك بالاعتماد على فرضيات واقعية للتحكم في المال العام وتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للإنتاج وللفئات الاجتماعية المستحقة وتشريك جميع الأطراف الاجتماعية في تعديل الميزانية. أولا يلزم الحكومة تصلح التقرير نتاعها وتعطينا بالضبط وين فما انحرافات صارت، راه مش كله كوفيد، هذا كذب. وثانيا تعطينا فرضيات معقولة لسنة 2021 وتصارح الشعب التونسي بالوضع الصعب جدا. بعد الأيام البرلمانية قلنا نحن لن ننخرط في هذه الميزانية اللي لا فيها رؤية، لا فيها تشجيع على الاستثمار، لا فيها معناها اجراءات لفئات الضعيفه واللي تزاد تفقرت، لا فيها بعد اجتماعي، لا فيها تشريك للاطراف الاجتماعيه، لا فيها تشريك للحزام السياسي. هذه ميزانيه تثبط بدون علم الاحزاب اللي هي داعمه لهذه الحكومه. ومن جانبه أكد رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي دعوة حزبه لضرورة عقد حوار اقتصادي جدي في ظل الظرف اللي تمر به تونس. المقترح اللي طرحينه اليوم هو حوار جدي وتعاطي جدي مع الوضعية، وضعية المالية العمومية ووضعية التداين للدولة التونسية، لأنه اليوم ما عادش نجمو نواصلوا في تمشي احنا نعتبروه خاطئ ونعتبروه معناتها اذا كان وصلنا فيه هل السياسات هذه واللي احنا نشكو كونها فيها سوء تصرف في المال العمومي وسوء حوكمة. هذا وعبرت الكتلة في بيانها بعد انتهاء الأيام البرلمانية عن عميق انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وغياب النجاعة للخروج من الأزمة اللي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. واستغربت الكتلة في نفس البيان التخفيض في صندوق الدعم والتدخلات الاجتماعية مما ينظر لمزيد تعكير الوضع الاجتماعي، ونبهت إلى أن الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية 2021 تعتبر متفائلة جدا وغير واقعية، وطالبت بتدقيق شامل وعميق في المالية العمومية لتحديد المسؤوليات والتثبت من شبهات سوء التصرف في المال العام انطلاقا من التناقضات الجسيمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وذلك وفقا لمورد في نص البيان. ويذكر أنه خلال الأيام البرلمانية لكتلة قلب تونس تم تجديد الثقة في أسامة الخليفي لرئاسة الكتلة خلال الدورة البرلمانية الحالية، فيما تقرر انتخاب شيراز الشابي وجوهر المغيربي نائبين ليه. أي مبروك نائب رئيس الكتلة، مرحبا بك سيد النائب مجددا. بارك الله. علاء رئيس الحكومة مصارحة الشعب بالوضع الصعب جدا، الميزانية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واجتماعية، وحكومة المشيشي لم تأخذ موقف واضح من حكومة يوسف الشيخ. تحكوا على حكومة أنتم تدعموها سيد النائب، شو بالضبط؟ شو اللي صار بالضبط؟ وما زلنا ندعمه فيها، خلينا نكون واضحين. معناها اليوم النقد أو توجيه النصح أو المطالبة متاع الحكومة هذه أنها تصلح اللي يلزم ويتصلح ما هوش معناه أنه إحنا سحبنا منها الدعم تاعنا.
رفض، سمحني، رفض التصويت على قانون المالية التكميلي ليس في هذا قطيعة مع حكومة المشيشي؟ شوف، احنا حتى في الفينانس بيبليك نعرف حاجة مهمة برشا، الميزانية وقانون الميزانية سي لاكت بوليتيك ماجور، على خاطر هي ماهيش مجرد أرقام ومجرد توازنات والفلوس هذه فاش نصرفهم والفلوس هذه منين باش نجيبها. هي الوثيقة هذه هي اللي تحدد السياسة نتاع الدولة، مش لا لل 12 شهر الجاي، للثلاثة سنوات الجاي. وبالتالي وقت اللي نحكيه اليوم على قانون المالية ما يلزمناش ناخذوه معناتها بطريقة بسيطة في المواقف، مش مجرد عملية تقنية بالضبط. والحاجة الثانية المهمة برشا هو أنه إحنا المطالب اللي تقدم بهم حزب قلب تونس ما همش مرتبطين بميزانية تكميلية لسنة 2020 وإلا الميزانية بتاع سنة 2021. إحنا منذ بداية العهد البرلمانية وقت اللي كان سيد عياض اللومي يرأس اللجنة الوقتية للجنة المالية الوقتية عن تقبل ما يتم تحديد شكون في المعارضة وشكون في الحكم، وقتها زادة رجعنا قانون المالية التكميلي لسنة 2019، وكانت عنا نفس المؤاخذات اللي وجهناها لوزير المالية ولحكومة السيد يوسف الشاهد وهي كانت موجودة، وقلنا له راهو الأرقام اللي موجودة هذه أرقام مغلوطة وأرقام منقوصة، نقصها المديونية متاع المؤسسات العمومية مبنية على فرضيات غير دقيقة تبنت عليها ميزانية سنة 2019. كي نقولوا فرضيات غير دقيقة معناتها فما معرفة سابقة من اللي هم يحضروا في الميزانية أنه فما دي معناتها دي ديبونس ودي روبريك بيجيتير كما الشهاري متاع شهرين ولا ثلاثة شهور الأخرانين، كيف ما النفقات أخرى تقوم بهم الدولة ما حطوهمش في الميزانية منذ البداية، وقت اللي ما يحطوهمش في وثيقة الميزانية منذ البداية شنو اللي يصير؟ يصير أنه في الوثيقة اللي تم إعدادها وهي بريفيزيونير يكون عندك نسبة عجز محترمة منخفضة، يكون عندك أرقام اللي هي تنجم تعجب المانحين الدوليين وغيرهم. ولكن اللي احنا تأكدنا منه منذ الإعداد لتكوين حزب قلب تونس، وقت اللي كنا نحضره في البرامج، وقت اللي كنا نطلع على تقارير المانحين الدوليين والمنظمات الدولية، إنه هالمانحين ذوما الكلهم يعرفوا حقيقة الوضع الاقتصادي في تونس، ما يغيبش عليهم، يعرفوا رواحهم شنو أعطاوا قروض، يعرفوا شنية القروض اللي تسدد وشنية القروض اللي ما زالت ما تسددش، يعرفوا كيف الدولة والحكومة تلجأ إلى إقراض المؤسسات العمومية عن طريق البنوك العمومية ثم تلجأ إلى ضخ أموال في البنوك العمومية باش تخليها واقفة على سقيها. هذا الكل يعرفوه بالأرقام. اليوم اللي احنا طلبناه واللي طلبناه وقتها زاد هو يلزم نحطوا الأمور في نصابها، ويلزم يتم مصارحة الجميع بحقيقة هذه الأرقام لسبب بسيط ياسر، هو أنه في الأخير المغالطات هذية هي اللي قاعدة تفاقم في هذا العجز، وهي اللي قاعدة تهز للبلاد نحو الإفلاس. اللي صار وقتها هو أنه في جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي جانا السيد وزير المالية الأسبق سي رضا شلغوم وقال في الجلسة راهو حتى كما تصدقوش شهر ديسمبر باش يتصبوا، ما تمتش المصادقة وخرج للإعلام مباشرة وقال نحب نعلم الشعب والموظفين أنه ما عندهم شهر في ديسمبر والبلاد سخنت. احنا المره هذيا بصفه مسبقه، مش اليوم، مش بالبيان نتاع قلب تونس البارح، منذ بعثونا قانون الماليه التعديلي لسنه 2020 في اول جلسات لجنه الماليه برئاسه خونا هيكل المكي ربي يشفيه من الكورونا زاده، قلنا لهم راهو هذا غير مقبول، وتقريبا اغلب الكتل كان عندنا نفس الموقف وطلبنا منهم انهم يقوموا بالتعديلات. الوثيقه اللي جاتنا عندها نهارين ما فيهاش تعديلات اللازمه. جوستومون الجدل كان على التعديلات، نعرفوا انه في القانون الماليه التكميلي وكان حذان هنا سيد وزير الماليه نسبه العجز ولات في 13%، فما دعوه للاقتراض الداخلي كبيره برشا، وهذا اللي خلق الاشكال المزعوم بين الحكومه والبنك المركزي. صارت شي تعديلات ووعدت الحكومه وقت اللي صاحبت القانون كان هنا يحضرنا سيد علي الكوعلي نذكر وزير المالية، قال باش نعملوا تعديلات ونحاولوا حكي على قروض باش تسددها الدولة وبعد نجم تعاود تتسلفها. هل صارت هذه التعديلات فعلا على مستوى القانون الذي أرجع على البرلمان؟ شوف اللي احنا كنا متأكدين منه بالرغم من الطلب متاعنا من الحكومة ان هي تسحب المشروع الأول لقانون المالية التعديلي لسنة 2020، هو أنه زاد الأرقام اللي تحطت في قانون المالية التعديلي
مش كانت غونفلي، ولكن ريالمون ثم حاجات ينجم يتم تحميلهم على سنة 2020. اللي ما نجموش نقبلوه هو أنه نعملوا ميزانية سنة نجم نحملوهم على ميزانية سنة 2021. اللي ما نجموش نقبلوه هو أنه فما حاجات نورمالمون يكونوا موجودين من الأول في ميزانية 2021 ما يتمش إدراجهم، وهما معلومين كما المساعدات الاجتماعية، كيف ما الأجور، هذوما الكل ما يلزمش نتلاعبوا في الأمور هذه. ولكن في نفس الوقت ثم مصاريف مش تكون محمولة على كاهل الدولة تنجم تتقسم على العامين هذو. ما احنا ما حابينش نغرقوا قانون المالية التعديلي ولا قانون المالية لسنة 2021. الحكومة عملت مجهودات، ثم بعض النفقات اللي كانت مش تقوم بها وأدرجتها في قانون المالية التعديلي نقصت منها، على ذلك نسبة العجز تعديت 11.4% من 13.4%، ولكن مش هذا فقط كان المطلوب، لأنه وقت اللي يقولوا احنا تحميل المسؤوليات راهو في الاخر بالكوليك خلينا نحطوا الامور في اطارها. مش الفائده في تحميل المسؤوليات اني انا نذكر الاسماء ونذكر الاشخاص، ولكن مهم برشا انه السياسات ومن قاموا ومن وضعوا السياسات اللي وصلت الوضعيه نتاع البلاد الماليه الى ما هي عليه اليوم يلزم يتم معناتها وضع الامور في اطارها ونقولوه باش نجم نصلحه في الفتره الجايه. لانه انا الحقيقه وقت اللي شفت احدى المداخلات اللي قام بهم السيد يوسف الشاهد الاسبوع الفارط وريته يتحدث على الخبراء الحقيقيين، انا من الخبراء الحقيقيين اللي هو يحب يستند لهم، الخبراء الحقيقيين اللي هو كان يستشير فيهم ولا أحاط بهم روحه، لين وصلنا اليوم إلى نسبة عجز ب 13.4%، هذم هم اللي حبنا نواصلوا نستشيروهم. أنا نقول ما هوش هذم الخبراء الحقيقيين، باش نبسطوها للتوانسة راهو السيد يوسف الشاهد عبارة جابته منظومة الحكم باش يقود البلاد كما يقود مؤسسة. العام الأولاني خسرها شوية، العام الثاني خسرها أكثر، العام الثالث حطها على حافة الإفلاس، وبعد جانا اليوم يقول لك بجدد لي كونترات بخمسة سنين. أنا نخاف كي نسمع السيد يوسف الشاهد يقول أنا على اتصال بمحافظ البنك المركزي وعطيته نصايح واتصلت بسيد رئيس الحكومة الحالي وقاعد نعطي فيه في نصايح. نصائح ماذا؟ نصائح ماذا؟ يعني هي معركة سياسية هي تنوضح اليوم. لا ماهيش معركة سياسية بعيدة. يعني هاوش نقول لك هاوش يمنظر مش مفصل. سمحني نرجع ليوسف الشاهد أنه عياذ اللومي منذ حين قال الحكومة لم تنجز الاستشارة الطبيعية للحزام السياسي الداعم لها. يعني ماذا يحصل؟ هي معركة سياسية على ما يبدو. شوف أنا وإحنا في حزب قلب تونس نمنوا بحاجة وذا عبرنا عليه في أكثر من مناسبة سواء في لجنة المالية ولا في اتصالنا المباشر بالحكومة الحالية. قانون المالية سواء كان التكميل التعديلي أو القانون بتاع العام الجاي يلزم أكثر ما يمكن من الإجماع. معناتها ماناش قاعدين نحكيه فقط على الحزام البرلماني الداعم ولا الحزام البرلماني اللي صوت على الحكومة، لأنه باش تعمل إصلاحات وإصلاحات في العمق أنت في حاجة إلى أكثر ما يمكن من التوافق على مستوى المشهد البرلماني، لأنه في الأخير الإصلاحات مش تجي بقوانين، والقوانين مش يجيوا المجلس النواب، والقوانين هذوما يلزمهم تصويت وفيهم قوانين أساسية يلزمهم أكثر من 109. بالتالي هي ماهيش لعبة، معناتها سي فريمون أن أكت معناتها بوليتيك أون بروفوندور. وبالتالي احنا حتى في لجنة المالية اليوم الحديث قاعد يصير سواء مع الأحزاب اللي دعمت حكومة السيد هشام المشيشي وإلا مع الأحزاب الأخرى. ولكن نحن زادة وقت اللي نقوله ما تمش التشاور مع الحزام البرلماني، احنا نعتبره أنه الوضعية اللي وصلت لها بلادنا تبين هينات على مستوى منظومة التمويل العمومي أو الاقتصاد، معناتها السيكتور بيبليك وأيضا السيكتور بريفي، وكل واحد من هذم الزوز يلزم إصلاحات أون بروفوندور. ولكن راهو نحب نذكره بحاجة مهمة، أنه فما حاجة اسمها منوال اقتصادي جديد اللي هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هذايا اللي هو واحد من 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 العرس نتاع الاقتصاد ومتاع الإصلاحات الاقتصادية اللي نجم يكون موجود سنة 2021. باش فقط نبسطها في كلمتين، وينو هذا في ما تم تقديمه من رؤية في وثيقة ميزانية سنة 2021؟ في صورة بقاهم على هذه الحالة في 30 ثانية جهر مغربي، سيصوت قلب تونس على هذه الميزانيات أم لا؟ احنا في صورة عدم تغييرهم ولا ما نعرفش كيفاش باش تتم؟ احنا موقفنا واضح، الميزانية التعديلية
وقت اللي الحكومة لم تتفاعل إلى حد الآن، ونحن ما زلنا ننتظر منها التفاعل، وإن شاء الله هذا اللي مش يصير. ماذا به ما تمش وضع الأرقام الصحيحة، وماذا به ما تمش وضع السياسة ولا معناتها أون بوان دو دوا السياسات الخاطئة باش نجموا نحدوهم في المرحلة الجاية ونصلحوهم. فالميزانية التعديلية قلب تونس لن يصوت عليها. سؤال الميزانية 2021 ما زال مش تنطلق تويك الدراسة نتاع هذه الميزانية، انطلقت في اللجنة، ستتواصل يكون معنا معتعنا تفاعل مع الحكومة، وإن شاء الله نوصلوا لفيه. يعني تعتبر أنه سمحني، ولكن بالله رأوا ماذا بينا نكون واضحين من غير ما يخوفوا خطر بعض المنابر الإعلامية وبعض السياسيين اليوم خرجوا وقت اللي احنا عبرنا على موقفنا، ولو يقولوا لا والبلاد وين مش تمشي والشهاري وكذا، راهو هذا مش هذا الأثر اللي مش يصير. وراهو في الأخير حتى لو لم تمر الميزانية وذهبت اليد إلى السيد رئيس الجمهورية باش يتحكم في مسألة التمويل العمومي بالمراسيم، فهذا لا يخيفنا. احنا ننتمي لمنظومة سياسية واحدة، لكن اليوم ماناش مستعدين في قلب تونس باش نكونوا شهود زور على وثيقة ما ترجمش تطلعات وانتظارات التوانسة. في 30 ثانية نخليهم لك، وانت رجل الاقتصاد بالأساس وما تروح حاليا على التشريع العام كنا حكينا عليه فيه قانون الشيكات الجديد، نحب ناخذ رايك في 30 ثانية بعد ما نقرا لي كومونتير الناس اللي شاركوا معنا. سألناهم تعرف شي حد من أقاربك عائلتك دخل الحبس على شيك، وخاصة شو رأيكم في مقترح قانون الشيكات؟ وليد النخلي يقول يلزم فض النزاع في شيك قبل العقاب لمعرفة حق الطرفين باش ما يتظلم حد. أسامة رمي يقول الأصل أنه يتنحى شيك أصلا. مهدي بن يوسف يقول يلزم الأحكام تصدر بكري باش ما تفوتش العام ويتحكم كلزم، فمش كون محكوم ب 37 سنة حبس ولتو مازال يحوز. سعيد شين يقول علاش يتبدل قانون الشيك بدون رصيد، لازم سجن. شنو ذنب اللي ياخو شيك دون رصيد؟ تعليق يعني مع هذا التنقيح نحو هذا الفكر وإلى لاسي جوهر كرجل اقتصاد بكل سرعة. ثم ثلاثة جوانب للموضوع هذا. الجانب الأولاني هو أنه الساعة اللي راهو الشيك هو وسيلة خلاص دفع، سنبا موين دو غارونتي، بالتالي وهذا موجود بالقانون ويمنع اللي ياخذوا دي شيك دو غارونتي ولا اترم هذا باش نقول انتي داتي، وبالتالي هذه مساله واضحه ويلزمنا معناتها نحطوها في اطارها. النقطه الثانيه هو انه زاد الاحكام اللي تهم الشيكات ما فيهاش الضم، معناتها اللي خرج 10 شيكات على كل شيك ياخذ حكم، وبالتالي في بعض الاحيان حتى على مبالغ صغيره نلقاو انه الاحكام تتجاوز ما يمكن ان يتصوره العقل، وهذا نجم يكون من ضمن الاصلاحات، لكن مما لا مجال إليه أنه هذا الإصلاح يضيع حق المستحقين، لأنهم هما زادة قاعدين يقوموا بنشاط تجاري في أغلب الأحيان، وبالتالي حقهم أنهم هما يكون حقهم مضمون كما اللي اعطى الشيك بالضبط. شكرا لك سيد جوهر المغيربي عضو مجلس الشعب عن حزب قاعدة.